السلام عليكم، اهلين فيكم فلوق جديد. واول فلوق اطلع مع عصام من البدايه كذا مع عصام. الله يكون في العون. اليوم شلون بيكون؟ اليوم طويل والله. خلنا نروح نفطر الحين ونشوف. شوف فلوق امس لعبنا طائرات امريكان. امس ونايم اللي مصور منه عبد الله، فالفلوق انت، الفلوق هذا انت تصور. خلاص يلا هذا المحل احمد. ايوه تحمست المكان. تصوره كامل نشوف التصوير. موهبتي ايه والله. تصوير انت اخراج والله حتتعب انت والله. ايش عندهم شيء كويس؟ اكل اكل. ايوه ليش قوي؟ كيلو كاربس هذا متوقع 80% 100 كارب 100 جرام. يعني يبي لك تشتغل من هذا اليوم قوي. والله انا حقي اصلا في اليوم 100. يعني اول كنت اكل سندوتشين، الحين اكل واحد اشبع. جسمك اللي تعود. بس كيف تسويها كبدايه؟ البدايه صعبه، لسه قدامي 15 كيلو. بس بديت فيها على رمضان؟ هو افضل وقت رمضان هيئني. بعد رمضان لما بدات الرجيم ما اكل وضع اوكي. ليه؟ كيف العيشه؟ لازم هذا العصير؟ لازم ذا العصير؟ جريب فروت لازم. ايش؟ انت حياتك كلها مرارة؟ ذاك اليوم يوم رحنا غيرنا الباتري وجيت برضه ما رضيت تشتغل. قبل شوي فتحتها وحكيت المكان الحدايد اللي لصقوه مع الباتري واشتغل، يعني اتوقع حتى الباتري اللي قبل غيرته ما كان خربان. المهم عصام ما يبي يكمل الفلوق فارجع اكمل انا الفلوق. ليش ما رضيت تكمل؟ خلاص كل فلوق يصور جزء من اوكي. هذا يكلم بالجوال. اجل يكلم شنو؟ تلفون. قال له تعال تعال يبرح هناك. ينام الحين ما يجلس الفجر. ايش ذا النوم ذا؟ تضحك عليه قبل اسبوع هذا نومي كان. انا حبه حبه يتعدل. وين يتعدل؟ قبل امس كنت انام الصباح. المغرب بعد بكره بدي انام العشاء. وعلى ذا الحال ندسم الصبح. بما انك عصام جيت معانا انت مساعد، قلت ما تبي تجي ما جيت معانا، ليش ما تكمل انت الفلوق؟ تعبان خرجت تعب الحين. والله؟ مره يعني مهارات التصوير ما حتكون موجوده. تعدل النافذة الحين انت؟ طبعا ما تدري هل بيغبلون ولا ما يغبلون الحين؟ لا يغبلون. بس قصدي يدخلون السياره الحين ولا ما موعد؟ اه والله ان شاء الله. احنا كوسطه؟ احنا هذا تويوتا من ورا، هذا الجراج حقهم. ايه هذا تويوتا اللي جوا كور ذي شفر تويوتا شابر كل شيء. هو صح امريكا عادي اي. شنو هذا اول مره اشوف هذا المحل؟ انا حسب هذا موقف. دحب تويوتا؟ لا هي تبع تويوتا بس ذا تبع التامينات. التامينات الاجتماعيه؟ اللي مثلا صقعته زي كذا تامينك تجي. اها مسوي لهم فرع خاص كذا هذا. كافي كافي كافي. والله كافي الخبز. سوي سوي واحد. تعال انا ما بعرف ايش اسوي شلون. وين الكاس؟ وين الكاسات؟ تعال هذا بتسوي لي؟ اول واحد بيكون لك بس ما في. ابرس انا كيت كي؟ اوكي دقيقة ها استرون خلي حد الدعسة اوكي ستارت. ملك ما نبي، شوجر ما نبي، والله حلو الحركة. والشوجر تحط الحالة وملك الحالة والقوة. ودك تجيب جهاز البيت ها؟ اي والله. والله حماس. خليك كل مرة نبي نجي هنا بعد نقول ايش نبي. والله ممتاز ذا. بنشتري واحدة كذا. ها يلا قوم سوي لك.
يروح يسمع خليفة الصوت تقريبا الهواء، لان خليفة مغير النافذة عندهم ولا سرع يطلع صوت هواء، يسمع صوت هواء مش يطلع صوت هواء، صوت الهواء ما يطلع يسمع. والله طلعوا ياخذونها بدون ابويت بدون شيء، فقلنا له كم ياخذ وقت، قال ما ادري يمكن 10 دقائق يمكن ساعة. يعني بالعربي انه ما بيقول لكم الحقيقة، فبنروح الحين نجيب السيارة نرجع مرة ثانية بنزل سيارة خليفة نرجع تحطه بكرة تشتغل. ايه زين والله. شنو هذا خوي؟ شكلت على الهيتر مساكن. يلا وصلنا الحين مرة ثانية ننتظر خليفة يخلص. خليفة ما سمعت الغطا دي وينه؟ شلون طاح؟ عيا اشتغل ذاك اليوم الريموت ريت افك على اساس افتح. حاطين مفتاح داخلهم كذا، شو الحركة؟ تويوتا يا تخلونه يا تشيلون. كيف عرفت انه حاطينها كذا؟ ما ادري والله، شفت في فتحة تحت هنا في الغطا. ايه دخلت المفتاح وخشيت طلع المفتاح ذا. كان خشيت مع الشنطة. الحين خذوا رقم جوالك؟ ايه لا والله جوالك مصلح السيارة. يدقون كذا فجأة يقول لك تمام. يلا ام تودينا عصام؟ والله اني رايح البيت. لا يا عصام لا تنام والله، ما والله ما بقى شيء. اني برد عصام ما بقى شيء. ما بقى شيء عليش يعني عليش بعرف على الصلاة صل ونام. سكت شو رايك؟ شو رايك سكت؟ طرق عليه. طيب ننتظر احنا؟ من جد من جد بدل من جد دق على خليفة. كم وصل؟ ايش هو؟ مساء 4 مساء 4 خربان باتريك اجل مساء 4 يا ولد ايش الشاحن ذا ما شاء الله ما بجيبه في السفر ما بجيبه ليش عشان ما تقول قصير يلا عاد خليفه قدم خليفه لا تلعب لا تلعب لا تلعب لا 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 مكان كنادرك هنا يعني ريحه ولا شيء لا لما تبخ عطر السيارة ما تبخ فوق تبخ تحت شكرا يشتغل في مكان غسيل سيارات كذا خلاص خلص اليوم تقريبا ما راح نسوي شيء صح يمكن اذا دقوا على سيارتك نروح نجيبها بس هذا اللي عندنا فالحين كم الساعه 5:15 ففي نهاية الفلوق لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع عمليك المقطع والسلام عليكم